زي ما قلنا لحضراتكم امبارح، وزي ما قلنا لحضراتكم اول امبارح، وزي ما قلنا لحضراتكم الاسبوع اللي فات، وزي ما قلنا لحضراتكم من اسبوعين، النهارده النادي الاهلي اعلن رسميا انضمام رضا سليم مهاجم الجيش الملكي المغربي الى صفوف الفريق لمده 4 سنوات قادمه، مع احقيه النادي الاهلي في اضافه سنه 5 لمده العقد اذا رغب النادي الاهلي نفسه في اضافه هذه السنه في التعاقد مع اللاعب اللي هو افضل لاعب في الدوري المغربي هذا الموسم. صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي، مهمه جدا. هتقول لي بقى مضمون نجاحها ولا لا؟ اقول لك الله اعلم. يعني ياما لعيبه كانت كبار وعظيمه لما بتروح الاهلي او الزمالك ما بتنجحش، سواء محترفين او لعيبه محليين، بس رضا سليم كلاعب اكيد لاعب كبير. رضا سليم كموهبه، موهبه كبيره. تعالوا نشوف فيديو تقديم رضا سليم النهارده للنادي الاهلي نشره، وبعد كده نرجع نتكلم، وهتكلم كمان عن الفيديو ده شويه، خليكم معانا. من شوراتنا نستلهم طريقنا في الحياه. عام 725 من الهجره بدا الرحال المغربي العظيم ابن بطوطه رحلته من المغرب الى العالم. وحينما مر خلال رحلته بالقاهرة قال عنها أم البلاد، وأن البلاد ليس في المعمور منه. وبعدما يقرب من 700 عام من تلك الرحلة الملهمة أقطع أنا رحلتي الخاصة من المغرب إلى القاهرة، حالما بتحقيق مسيرة تاريخية مع أبو النوادي الذي ليس في المعمور مثله. انا ما اعرفش مين اللي عمل الفيديو ده، وما اعرفش مين اللي كان عامل فيديو تقديم امام عاشور، بس عايز اوجه له التحيه. يعني اللي عمل الفكرتين واللي عمل الشغل ده اكيد مجموعه مش شخص واحد، بس تحيه للناس اشتغلوا فيه الاعلام في النادي الاهلي، في السوشيال ميديا في النادي الاهلي، عاملين كواليتي محترم، جوده محترمه للتقديم وللصوره. ده شيء جديد علينا في مصر، كنا بنعمله على فترات كده تخاطيف وشويه افكار بسيطه، بس اللي بيحصل ده تطور كبير جدا بنشوفه في انديه كبيره عالميا. فلازم احيي الناس اللي بتشتغل الشغل ده. الحاجات دي ممكن تفوت، يعني ممكن انت هتبص كده على الفيديو تقول الله وتسكت. لا، هو مش الله وبس، الله، يبقى في شكر للناس اللي تعبت وقدمت صوره حلوه زي دي، فشكرا ليهم. يعني